القهوة جاهزة والشموع هنا موجودة والشلهوب جاي، مسوي له مفاجأة بإذن الله بتعجبه. هلا هلا يا مرحبا، يلا حيو. الله يحييك. شنو اليوم مسوي لك؟ مفاجأة جدا جميلة. لا، أول ما قلت لي إنك وصلت، قلت إنك وصلت قبل شوي، جتني راحة عجيبة ومفاجأة بإذن الله بتعجبك. الأولى أكيد بتجيك راحة عجيبة، لكن مفاجأة. مفاجأة؟ لا، حاط لك شموع. لا 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 لا، شوف شوف الله بالله، إيش رأيك؟ شموع ترى هذا علشانك أنت، علق الأحسن من الملح. وكل وكل واحدة لها ريحة. الله، شم هذه، بالله شم هذه. تفاح. تفاح. الله، تستاهل. وش تتوقع المفاجأة؟ متقهوي قبلي، وين المفاجأة؟ الموضوع هذه ما انطولت، ما امداني، بس تحمست المفاجأة. اطفيها ولا احتي المفاجأة؟ لا، انتظر المفاجأة. يلا بدي اطفيها، بس قبلها خلنا نبخر طال عمرك. لا 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 لا، تبخر ولا شيء. لا لا لا، ليش خلنا نبخر؟ يلا مستعجلين، ابغى اشوف مفاجأة. ان شاء الله مفاجأة تعجبك باذن الله. يلا خلينا نتبخر على ما انت تجيبها. تبخر تبخر. وشي ثقيل، شيء انت تحبه مرة. يلا يلا، تسمح لي ادخل داخل اجيب المفاجأة واجي؟ مرة اسمح لك، عجل. شكرا، عفوا. المفاجأة هنا بالثلاجة، وش تتوقعون؟ جاهز؟ يلا عجل. جاهز؟ بسرعة. غمض عيونك. يلا. مغمض زين؟ يلا عجل. طيب. يا وينك؟ لو ما تعجبني. واحد. اثنين. ثلاثة. اللي في بالي. ها؟ اللي إيه؟ بالي من ذا وسيلنا وسيلنا. اسمع اسمع، قلنا ها الشموع شموع. شطبت تيمة. ها اللي بالي شيء يحبون القصمان بالشتاء. يعني نجد. نجد حنيني. صح، حنيني. هذا وقته في الشتاء يا جماعة. ترى والله ما أخذنا ولا ريال، لكن أسر المنتجة هذولي. دقيقة، اتوقع يعجبك. حنين اكيد ان شاء الله. شوف على حسب. افتح نشوف مين جايبه. تدري الاسر منتجه هذولي؟ تخيل كل سنه اهلي يطلبون منهم حنيني وياخذون بالكميات، والله العظيم. يعني شغل مضبوط. شغل مضبوط. لا لا، شفت لو اوريك الثلاجه في طلب لاختي واخوي ودافعين، والله العظيم. اسمعني، انا اللي سمعت ان اخوك ما يبغاه. والله هي تستاهل بشلهوب. بس 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 اسمع، نفك التقسيمة. لا 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 لا، لو سمعت خل. لا خلاص خلاص، لا نفتح موضوع ذاك، خلاص لا تتضايق علينا. ابد فدا. طيب الحين خلنا نشوف، تراك توقفني. نسخن ميكروويف ونجي ناكل. ابغى اسمع، ابغاك تقيم بكل صدق. طيب خليني اشوف اول. شوف، يسلم يسلم. والحين هذا أمس جايبه من تقدر تحط برد. تحطه بالثلاجة. وفي ناس ترى يحطونه 10 أيام بالفريزر. ترى هذه طباخة جاية، تدري من وين؟ من الشرقية. يا مال العافية. طبعا هذه الطباخة بشلهوب جاية من الشرقية، بتقعد هنا 10 أيام فقط وبترجع للشرقية. يعني فرصة فرصة العشر ايام هذه يمديكم تطلبون، ارفعوا الشاشه تروحون الانستغرام. هذا حق الرياض ها؟ اي. وترى اهلي تدري كم يحطونه؟ يحطونه بالفريزر. والله يطول، ما ادري والله كم بالضبط، لكن يطول وشكله جميل وطعمه لذيذ. انا كنت بطلب بس ما احتاج. الحمد لله طلبي في الثلاجه جاهز. ابد. شوفوا يدي يا جماعه، اكبر من يدي بمرتين او ثلاث تقريبا. تخيل كم هذا بشلهوب. شوف سعر السوق، تبغى اعطني سعر السوق؟ سعر السوق هذه اتوقع هم غاليين شوي، جون كوسر مثل بعض الايام، ف 80 يمكن. تخيل بالحجم هذا الكامل 45. والله سعرهم زين مره. وعندهم اكبر ب 65 اتوقع او ب 60، وعندهم اكبر ب 100 ريال. اهلي اهلي والله يمكن من 4 سنوات وكل شتاء يحطون بالفريزر. ترى في صغار، تخيل في صغار كذا حلوات نظام ضيافه. إيه لكل واحد. والله ترى سعرها مره زين. انا اعرف السوق كذا، هذه تقريبا 80، قبل رخيصين 70، 45. والله مره زين. وش رايك المفاجاه؟
حلو زي شعرك. كسبت قلبي من بطني ترى كذا تكسب القلوب. شكرا. ايه وانت قاسم لي مدري ايش قاعد. في الليالي البارده تحتاج الى تدفئه، مالك غير الحليلي، ارفع الشاشه الفوق. كيف؟ لا صراحه سيناريو. جاء وقت التقييم. ترى بصير طبعًا صادق. طب بقول لهم شيء. والله ما جامل. طيب بقول لهم شيء. يا جماعة لبس هذا وصور سناب خاص لهله وقال لهله اني انا سويت حنيني. لا 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 انا قلت يعني امزح معهم شوي. الان جاء وقت ايش؟ وقت التقييم. ترى هذه لك بشلوب. هذه لي؟ ايه. يعني بتوكلني؟ اي اجل. الله. قل بسم الله. بسم الله. شفيك شفيك والله بعطيك. والله بعطيك. طبعا حنا ترى ما ناكله الا بايش؟ الا بالليمون طال عمرك. يمكن في ناس يستغربون لكن احط من جهتي ترى حنا ما ناكل الا بالليمون. قسمان الحين ترى قاعدين يسعبلون. بالله. ايه. قبل ما تقيم ابغاك تجرب مع ليمون. يلا. ما قد جربت مع ليمون؟ لا. طيب شوف. هذه الليمون، هذا الليمون، هاي ملعقتك. ايه. لا لا خليني انا اكل. يلا عارف حركاتك. حرام عليك يا اخي. بسم الله. دي اخذت كبيره. دقيقه انت وهقت فيها. بسم الله. بسم الله. تصدق اني اشتهيت انا اني باخذ. بسم الله. ها ايش رايك بالليمون؟ والله غريب. اول مره تدق بالليمون؟ اول مره اكل حنين بالليمون. بسم الله. تقييمك بشلهوب. شوف السعر مره حلو مره حلو. اذا جينا للطعم الصراحه جميل لكن احس انه ناقص شوي سكر. سكر ناقص شوي تمر. احس انه بيصير احلى. هذا وجهه نظرك انت. وجهه نظري. لكن كون انه يجيني بالسعر هذا وابرده واخليه فتره طويله عندي والله هذا تعتبر ميزه مره حلوه. يوصلك لين البيت. يوصلك لين البيت. طبعا انا ترى اتكلم عن وجهه نظر، يمكن الناس يفضلونه كذا، انا ما ادري والله. انا نفسي اشوفه جميل. شوفه جميل؟ انا متعود على حنين القسمان. اجل يمكن انا ما اتعود. اقول لك شيء؟ في واحد اتصل. ايه. يقول يلا افتح لي الباب. مين؟ ما يجي الا اذا جا الاكل، بروح افتح له وجهي. وسيم؟ ما يجي الا اذا جا الاكل. الله. قفل الباب لا تفتح له. يلا خلينا نشوف يمكن يقيم ازين منك. اوعى. جايك جايك. ما تجي الا اذا جا الاكل. لا جالك كل جيت. انا جاي ادور جاي عشان شيء ثاني. عشان وش شيء ثاني؟ في اجواء كذا حلوه سايره سمعتها كذا هناك. من هناك الاضاءه عشان كذا جيت. الله مالك غير الحنيني. الله بطلع بطلع ازوق. انا بدي ادوق هنا ولا هنا؟ قيم 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 طال عمرك. قيم بس يعرف ما يجي الا وقت الاكل. ايه ما يجي وقت الاكل. شاف سنابات على طول. جاء. ايش رايك؟ ها؟ اسمع في لقطه وسيم طار فيها بالمونتاج ان شاء الله تشوفونها. يا بالحلال الستيكر ذيك انت بتحطها عندك اكيد. تقييمك؟ انا ما افهم في الحنيني كثير. شو اسمه حنيني؟ المهم حنيني. حنيني واشتياقي. وش هو حنيني؟ ما افهم صراحه كثير بس والله طعمه مقبول. انا كشخص رياضي وكذا احس انه السكر فيه خفيف. ايوه هذا اللي انا قلته. والله السكر فيه خفيف. تحط الليمون تحطه تبرد يعني تقدر تاكل شوي وترجع وتاكل شوي بعدين عادي. والله مره حلو مقبول والله. يعني اذا خلص الاكل ترجع تروح للشريط الثاني ما راح تجينا الا اذا جاء اكل. بجيك بكره اذا سخنته ان شاء الله.